إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون، وهي وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الصدقة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وللصدقة أجرها المضاعف أضعافا كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. عباد الله، إن صاحب الصدقة يكون من المحسنين الذين يحبهم الله جل جلاله. يقول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وصاحب صدقة من المحسنين. عباد الله، إن الصدقة سبب، الصدقة سبب للبركة والنماء والخلف. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعض منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعض ممسكا تلفا. عباد الله، الصدقة سبب من أسباب مغفرة الذنوب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة برهان، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. عباد الله، إن الصدقة هي سبب لتفريج الكروب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، ومن الأحاديث التي تدل على فضل الصدقة كثيرة جدا، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، وينظر أشمأ منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. فيا أيها الناس عباد الله، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.